السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. ان شاء الله النهاردة هنشرح الدرس التاني في الوحدة 16 من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقف ستاند 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 STANDD. يقف ستاند ستاند STANDD. طابور لاين 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 LINE لاين. يرمي ثرو ثرو ثرو. طبعا التي اتش بنطقها سه، حرف السه ثرو تي اتش ار او دبليو. يرمي ثرو. سلة المهملات تراش بن تراش بن تراش بن تراش تي ار اي اس اتش بن بي اي ان. طبعا الحرف الاس والاتش بنطقهم حرف الشين. تراش بن تي ار اي اس اتش بن بي اي ان. قمامة تراش 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 تي ار اي اس اتش تراش. يصيح شوت 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 اس اتش او يو تي شوت شوت. أمينة مكتبة لايبريرين لايبريرين لايبريرين. مكتبة لايبراري 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 ال اي بي ار اي ار واي. أمينة المكتبة لايبريرين لايبريرين ال اي بي ار اي ار اي اي ان لايبريرين. مكتبة لايبراري 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 ال اي بي ار اي ار واي. ريد اند ليرن. اقرأ وتعلم. أقف دائما في طابور. I always stand in a line. أنا دائما أقف في طابور. I always stand in a line. أرمي الكمامة في سلة المهملات. I throw trash in the bin. I throw trash in the bin. لا أصيح. I don't shout. I don't shout. أسأل أمينة قبل أن آخذ أي شيء. I ask the librarian. أمينة المكتبة. أسأل أمينة المكتبة قبل أن آخذ شيء. I ask the librarian before I take anything. I ask the librarian before I take anything. بعد كده بقول لي look and put true or false. انظر ثم ضع علامة صح أو خطأ. طبعا الصورة اللي عندي ديت بيرمي القمامة في كل مكان، هو حللها لي false. number 2 طبعا الأولاد دول بيرموا القمامة في النيل، طبعا أيضا فولس، سلوك خاطئ. نمبر 3 دي بتنظف المكان، ترو، سلوك صحيح. بعد كده الولد ده بيرمي القمامة في سلة القمامة، طبعا صح، ترو. بعد كده بقول لي listen and number، استمع ورقم. عندي نمبر 1 هو حللها لي، I don't shout. كتب لي عليها نمبر 1. نمبر 2 I always stand in a line. انا دائما اقف في طابور. الصوره ديت هنكتب فيها نمبر 2. بعد كده I ask the librarian before I take anything. اسال امينة المكتبه قبل ان اخذ اي شيء. الصوره الثالثه ديت عندي، الصوره الاخيره هنكتب فيها نمبر 3. نمبر 4 I throw trash in the bin. انا القي القمامه في السله. نمبر 4 الصوره ديت. بعد كده بقول لي look and draw الوجه ده او الوجه ده لو انت فرحان او سعيد، والوجه ده لو انت غضبان. نمبر 1 عندي طبعا هنرسم الوجه ده لانه بيجمعوا القمامة، طبعا ده سلوك صحيح فهنرسم الوجه ده. نمبر 2 عندي ده بيلقي القمامة في الشارع، طبعا سلوك خاطئ هنرسم الوجه ده. نمبر 3 بيلقي القمامة في سلة المهملات، طبعا هنرسم الوجه ده. نمبر 4 عندي ده القمامة في بيلقوا القمامة في كل مكان، طبعا سلوك خاطئ هنرسم الوجه ده. بعد كده بقول لي ماتش A with B. صل A ب B. نمبر 1 عندي يصيح شوت هنوصلها بليتر E. نمبر 2 التراش بن يعني صندوق سلة القمامة هنوصلها بليتر بي.
نمبر 3 ثرو يعني يلقي او يرمي، هنوصلها بليتر ايه. نمبر 4 لايبريرين، هنوصلها بليتر دي. نمبر 5 لاين يعني طابور، هنوصلها بليتر سي. بعد كده بقول لي لوك اند بوت ترو اور فولس، انظر وضع علامه صح وعلامه خطا للافعال المناسبه في المكتبه وعلامه خطا للافعال غير المناسبه. عند الصوره الاولانيه يقف في طابور، طبعا ده سلوك صحيح هنعمل فيه ترو. الصوره الثانيه عندي بيسال امينه المكتبه قبل ان ياخذ اي شيء، طبعا ده سلوك صحيح هنعمل فيها ترو. نمبر 3 بيجري في المكتبه، طبعا ده سلوك خاطئ هنعمل فيها فولس. يبقى نمبر 3 اللي هو بيجري في المكتبه هنعمل فيها فولس. نمبر 4 بياكل في المكتبه، طبعا ايضا ايه فولس، لانه ما ينفعش ان انا اكل فين في المكتبه. بعد كده بقول لي لوك تشوز اند رايت، انظر واختر ثم اكتب. نمبر 1 عندي اي دونت شوت، انا لا اصيح شوت، يبقى اول واحده شوت اي دونت شوت. نمبر 2 عندي اي اولويز ستاند ان ا لاين، انا دائما اقف في طابور. يبقى الكلمه الثانيه عندي لاين اللي هي الكلمه الاولى هنكتبها تحت في نمبر 2. نمبر 3 اي اسك ذا لايبرين، ذا لايبرين يعني ايه امينه المكتبه، بيفور اي تيك اني سينج قبل ان اخذ اي شيء. فالكلمه الاولى عندي هكتبها في نمبر 3. نمبر 4 اي ثرو تراش ان ذا تراش بن، في سله انا القي القمامه في سله القمامه تراش بن. الكلمه الاخيره هنكتبها عندي في نمبر 4. هنقول الكلمات كمان مره عشان تثبت في دماغنا. يقف ستاند 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 طابور لاين لاين لاين، يرمي ثرو ثرو ثرو، سلة المهملات تراش بن تراش بن تراش بن، قمامة تراش تراش تراش، يصيح شوت شوت شوت، أمينة المكتبة لايبريرين لايبريرين لايبريرين، مكتبة لايبراري لايبراري لايبراري. أنا دايما أقف في طابور I always stand in a line I always stand in a line، ارمي القمامة في سلة المهملات أو I throw trash in the bin I throw trash in the bin، لا أصيح I don't shout I don't shout I don't shout، أسأل أمينة المكتبة قبل أن آخذ أي شيء I ask the librarian before I take anything I ask the librarian before I take anything. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح الدرس التاني في الوحدة 16 من كتاب بيت باي بيت. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.